اسمح لي أنا كمان أخذ هذه المواضيع الاقتصادية. أرحب معي عبر الهاتف بالأستاذة فوزية البكر، هي أستاذة في أصول اجتماعية وكاتبة في جريدة الجزيرة. حياك الله أستاذة فوزية. أهلا وسهلا، أهلا بك. يعني بنعرف أنه المؤتمر اللي صار أمس كان له أصداء كثير رائعة، خصوصا على المواطنين وكمان صناع الترفيه، لكن أبو أسألك عن هذا الموضوع شوي، لو تكلمينا عن الناحية الاقتصادية، بحيث زي ما ذكر الأستاذ سعد قبل شوي أنه بتفتح أبواب للشباب والشابات بما يخص طبعا الوظيفة، كلمينا عنها شوي. طبعا يعني انا يعني تخصصي تربيه الاقتصاد المالي والاقتصاد، ولكن هتكلم عن دور اللي يجب ان تقتنصه الحقيقه المؤسسات التعليميه في انها تهيئ الشباب لمثل، لان واضح انه الاجنده يعني حقت هيئه الترفيه اجنده خطيره جدا، كبيره مره وشامله وبعدين متنوعه. انا يعني اذهلني فعلا قضيه التنوع الثقافي والديني الموجود فيها، يعني ما في شيء يريد تتمنينا سبحان الله، وفي نفس الوقت الحقيقة له جانب محلي، يعني رغم وجود كثير من الفعاليات اللي جلبوها من برا، لكن لو لمستي النفس المحلي بتجدين فيه، يعني مثلا يعني مثلا طبعا في رمضان التلاورة من احنا يعني يسوون، لكن تكون على في كل المناطق المسابقات اللي سنت عليها السنة اللي هي ايضا المسائل اللي هو يعني التفحيط الرمال، هذه كلها اشياء يعني جميله جدا انها تنشر بالاضافه طبعا لله. فالان احنا عندنا دور في المؤسسات حقيقه التعليميه تهيئه الشباب في مؤسسات يعني مناسبه حتى يستطيعوا ان يعني يكونوا ضمن، لانه ذكر الاستاذ تركي الشيخ واكد على قضيه تدريب السعوديين وتمهينهم، وهذا حقيقه احد الاهداف الاساسيه لرؤيه 2030 وهي واضحه، وايضا بالنسبه للمراه فهناك فرص وظيفيه لا تقدر بثمن حقيقه في وسط كل هذه، وليس فقط فرص استثماريه للمواطن. يعني الان تشعرين بانه وطننا كله، يعني لان احنا فعلا بلد تاريخي، بلد له يعني موقع يعني خاص لوجود الحرمين والرساله النبويه، فبالتالي طبعا احنا عندنا يعني تراث هائل، تفتي من هنا تلاقي انه كيف طب استثمر عشان او كيف استثمر عشان تعزز الاقتصاد، فانا اعتقد انها خطوه ذكيه جدا، متاكده انه المؤسسات التعليميه والتدريبيه الموجوده في المملكه ستحاول اقتناص هذه الفرص من التهيئه والتعديل في برامجها بما يوازي يعني رؤيه 2030. جميل. طيب دكتوره، كيف تقرين الانطباع اللي يعود على يعني اللي يعود على المجتمع اكيد من خلال مبادره تكريم القوات المسلحه؟ طبعا يعني احنا القوات المسلحه تؤدي دور يعني بالنسبه لنا كله مقدر جدا، لانه انت لاحظي هم اللي في الوجه، هم اللي قاعدين يدفعون يعني ثمن غالي للدفاع عن هذا الوطن وحمايته من كل يعني الاخطار اللي كانت محتقه في منطقه الجنوب، و فيعني شجاعة من اختيار القرار وشجاعة من الاستمرار فيه، وبالتالي مثل هذه يعني جنودنا يعني هذا أقل حقيقة يعني شيء احنا نقدر نقدم لهم، وأتمنى أنه في هذا الإطار يشملهم طبعا الرعاية الصحية، التأمين الصحي، التأمين الصحي لأولادهم، التأكد يعني تأكدنا من أنه عائلات جنودنا البواسل لهم نصيب كبير من كل هذه البرامج اللي طرحت على الهيئة. نعم، شكرا لك أستاذة فوزية على هذه المداخلة.